امر الاولاد في الصلاه، حد يقول والله انا قلت لهم صلوا وهم ما صلوش، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. يعني الموضوع امر مباشر، ايوه امر مباشر من ولي الامر الى الاسره بالصلاه على وقتها، ولكن مع الصبر والتصبر. ماشي، يعني فادعيهم مره واثنين وثلاثه وعشره ولا امل من الدعوه. وده فكر النبي صلى الله عليه وسلم، ان الداعي يظل على جهده وعلى فكره وعلى دعوته من المهد الى اللحد. ماشي، فنعمل كده، لان ده انقاذ ووقايه. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، مش تقي نفسك وخلاص. كتير من الناس نشوفهم من رواد المساجد ما شاء الله، رب الاسره رايح جاي على الجامع، ولكن الاسره خربانه، معظمها ما بيصليش او مش مهتم، او يصلي مره وعشره لا لا. طبعا دي مسؤوليه، الا كلكم راع، الا وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.